السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الانفرا ووركس اقدر ادي الوان للمنطقة اللي موجودة بالتضاريس بتاعتها حسب الارتفاعات. طيب هروح للديسبلاي وممكن من الت 9 وابدأ هنا اقول له ان انا عايز اضيف شكل جديد، واقول له مثلا ان انا اسميها بالاسم المعين، ممكن اخليها بالسلوب او بالسبيكت او بالإليفيشن. خليها مثلا نلونها بالإليفيشن دلوقتي، وده هنسميه مثلا الفيشن او الارتفاعات. تمام. المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو والديستريبيوشن ممكن تخليها ايكوال، تمام، او تعدل فيها. نمبر اوف رولز ممكن تديهم اكتر من 6، وتقدر تختار مثلا في شفافيه، اقول له اوكي. هيبدا هو زي ما انت شايف بدا يدي 6 طبقات حسب الارتفاعات، يعني من 27 لتسعة وعشرين هياخد اللون الأحمر، من 41 لأربعة وأربعين هياخد اللون دوت. وتقدر طبعا في أي لحظة تيجي هنا وتعدل الألوان. طب أنا مش عايز الألوان، هشيل العلم من هنا، ترجع زي ما تاني. ممكن أجي هنا وأقول له لأ، ده أنا عايزها مش بالإليفيشن، ده أنا عايزها بالسلوب مثلا، وأقول له أوكي. فيبدأ يلونهم لي حسب السلوب بالشكل دوت. أها. ففي أي لحظة ممكن أخلي فعل واحدة وأشيل التانية، مينفعش الاتنين مع بعض، لأ واحدة بس اللي هتبقى بتفعل، أو تلغي الشكل خالص. وممكن تلغي لو في واحدة فيهم أنت مش عايزها خالص، أو ممكن تعمل ريفرش للسيلكت تكون أنت عدلت بعض الحاجات، فيبدأ هو يعمل تعديل على الكلر اللي موجود. طيب خلينا نضيف واحدة كمان، وأقول له بقى هنا أنا عايزها بالسبكت. اهوت